حضرت امام حسین علیہ السلام نے سنت قربان اللہ مارا طرف تھی مارا ماں باپ تمام مومین مومنات جیتا ہوئے حیات ہوئے گزری گیا ہوئے محروم تھے گیا ہوئے دریکنی طرف تھی حاضرین مومنین مومنات طرف تھی خاص کرین امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فردہ شریف طرف تھی زیارت پڑھو چھو دور تھی پڑھے ہوئے نیت نہیں ساتے کہ جان امام حسین علیہ السلام نے روزہ نہیں ساما زری ماں پڑھی رہی ہو چھوں એ નિયતને અલ્લાહ કબૂલ ફરમાવે બધાને અલ્લાહ અપાક મઝારત નિજારત નસીબ કરાવે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ અસ્સલામુ અલયકે યા અબા અબ્દુલ્લાહ અસ્સલામુ અલયકે યા ઇબ્ન રસૂલિલ્લાહ અસ્સલામુ અલયકે વ રહમતુલ્લાહિ વ બરકાતુહ અસ્સલામુ અલયકે યા વારિથા આદમ સિફતિલ્લાહ السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث ابراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث امير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن الصارخ والوتر المبتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مذل حمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من جلدك قلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه رسوله أني بكم مؤمنون وبعيابكم موقنون بشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك السلام عليك وعلى تسعة الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته اذنیت نساتے جناب علی اکبر علیہ السلام نے زیارت قربتنا الى اللہ السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد
As-salamu alayka ayyuha al-shahid wa abunu al-shahid As-salamu alayka ayyuha al-mazlum wa abunu al-mazlum La'ana allahu ummatan qatalatka ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به السلام عليك ورحمة الله وبركاته تمام شهداء كربلاء نزارت اذ نیت نساتے قربتان لله السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه السلام عليكم يا أصفياء الله وأبداء السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الزكي الناصح الأمين السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي تبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فافوز معكم السلام عليكم جميع الشهداء كربلاء ورحمه الله وبركاته زارت حضرت عباس علیہ السلام سنت قربلا قربان لله اذ نیت نساتے اللہ قبول فرمائے السلام عليك يا ابو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولحسن والحسين عليهم السلام أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم السلام عليك ورحمة الله وبركاته زيارت حضرت امام علي رضا عليه السلام اذ نیت نسات اپنا بدائی طرف تھی قربت علی اللہ امام زمانہ علیہ السلام طرف تھی اینا دادا نے زیارت السلام علیک ایہا الصدیق الشہید السلام علیک ایہا الوسیع البر التقی اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونهیت عن المنکر وعبدت الله حتى أتاك اليقين السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداء إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحسائها غيرك اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلوات كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة متوافرة
كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك السلام عليك وعلى آبائك السبعة وعلى أبنائك أربعة وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان يا حجة ابن الحسن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من عوانك وأنصارك وأتباعك وشيتك وحشرنا في زمرتك اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك السلام عليك ورحمة الله وبركاته بابا زبولان صلوات